انت ما مش لازم تشمس ذاك يا ولد. طيب ربنا يستر والله خفت بس. انت ما مش شاتك تعمل كده بس دلوقتي لازم تشوف ما مش شاحب بيه. طيب تعمل حركات. وانا مش هدوى اخذ دلوقتي اما حاجه بيجي لوي ودي لك اول لاي. انا اشوف لك حركات خليني اشوف ايه ده. لان انت سامع النمر ما تقلقش المكان ابا. هو ده مش كلمه مظبوط. دلوقتي مش لازم نشخل ده. يلا بينا بسرعه. طيب تعمل حركات يلا. انا حركات الخزنه مال عليها مقفوله. هو التامر. دلوقتي مش لازم نعمل تهيئه مش نحن نفتحها. انا جبت الفكره. انا معايا شاكوش. شاك مكوش. الحركات استنى احاول افتحها. طيب تعمل بسرعه. وبعدين بقى دي تقيله الحركات مش عايزه تتفتح خالص. الخزنه دي شكلها مش هتتفتح كده. انت وانا جماله بس واسعه. هم انت افتحها بتاعتي بص يا حبيبي واسعه كده اول. انا حركات قنبله. اجي يا ابني. طيب طيب. هو ايه الصوت ده؟ يا نهار زبادي في صوت متفجر. انت وانا سبت المنتجات شغال ولا ايه؟ فرقنا كل الفلوس حركات. هو انت يا حبيبي احنا دلوقتي مش هكويك ده ولا ايه؟ لازم مش نعمل بشاعة. يلا ما عليك انا خلينا نتاكد. البوتاجاز كده. ايه ده؟ انا شفت حد بيتحرك. والله شفت حد بيتحرك. او ماي جاد حرامية يا شوية حرامية. افكرك انت وهو افكرك ايه بقى تتكار اللي مش هيقف اهربوا. احميك مش اتمسكنا بالشوكه بالله. في واد انت وهو والله ابلغ الشرطه. وبعدين في الواد العب اللي انت تنزل الدبانه ماليش دعوه. انا امسك المعلم بتاعه. معلم ابو دماغ حمراء انت اللي ارسك منها الدبانه. ايوه الدبانه دي هي مش دبانه على فكره. كان بيطلع عيش بتاع نحل في عروسات النخله. وات وانت بقى ان شاء الله ايه المساعد بتاعه يعني؟ ايوه انا المساعد بتاعه. بص يا معلم احنا كنا بنتضرب على السرقه وما كانش فيه غير بيتك. احنا كان لازم نسرقه. يا شويه حرامية يا ابني انت بتسرقني يا ابني. يا ابني ده انا ابن خالتك. هو اتشاور عشان مش اتمسكت مش مبلغ عني عشان انت مش ابن خالتي يا حبيبي. يعني انا عشان ابن خالتك تسرقني؟ يا نهار زبادي اغبى حرامي في الدنيا بيسرق قرايبه. انتوا تتدربوا ان انتوا تكونوا حرامية. انتوا ولا تنفعوا حرامية ولا تنفعوا. ايه ده ثانية واحدة كده بس اقف كده زي عبولة ثواني. وبعدين ايه ان شاء الله الشنطة اللي معاك دي حاطط فيها السندوتشات بتاعتك؟ انت مالي مالي مش قلت له ولا قلت له مش يجيب مش الشنطة زي بتاعتك كده اول. بص شنطة حركات ما شاء الله مليئة فلوس وانت زي عبولة حاطط فيها ايه؟ ابو علي انا حاطط فيها العدة. عدة؟ عدة ايه يا واد؟ العدة ابو علي اللي هو الشاكوش والفاس والحاجات دي عشان الخزنة. شاكوش شعرك منكوش. انت واد انت وهو انا عد لحد ثلاثة ما طلعتوش الفلوس اللي انتوا سرقتوها دي هتصل بالشرطة واخليها تقبض عليكو. انت مالي مالي احنا انت مش فيها حماية ضد الشرطة يا حبيبي. فرق حرامية ضد الشرطة؟ قصدك ايه؟ قصدكم ان مفيش شرطة في المدينة ولا ايه؟ ابو علي بس انا حكينا احنا خلصنا على كل الشرطة. وات قصدكم ان الشرطة خلاص كده ما بقاش في ولا شرطي واحد في المدينة؟ هو يا حبيبي كل جيش حماية مش موت مش الشرطة. وات انتوا عرفتوا الكلام ده منين؟ اكيد في شرطه تقبض عليكم وتحطكم في السجن. لا ولا مش خلصت عليهم كله. خلصتوا عليهم كله؟ انتوا قصدكم ايه؟ انت ولا انت مش لازم تختفي دلوقتي يا اما تموت يا اما اموت. طب علي عشان تفهم لازم تيجي ورانا دلوقتي. اجي وراكم فين يا شويه حرامية؟ انتوا هتخلوني حرامي زيكم ولا ايه؟ اهلاويه انا لازم اعرف ايه اللي بيحصل. خلينا نمشي ورا الحرامية. ايه ده؟ انا شايف في حرامي بيسرق يا لوي يا لوي يا لوي. احنا رحنا فين؟ طب علي مدينة الحرامية سيلكتور تيم. حرامي ولا بوليس؟ اكيد طبعا علوية حرامي مع ابن خالتي طبعا حركات الفرخة. انت وانا مالي؟ اهلا بيك بس بجيش الحرامية. جيش الحرامية هو انتوا هنا يا ابني سرقتوا كل المدينة؟ وطة ده في سلاح. اوكي وفي هنا مسدس. ليتس جو. ابو علي دلوقتي بص انت بقيت حرامي مخلص للفريق. انت زعبول يا دوب انت بقيت حرامي انت كمان زعبول. ابو علي دلوقتي بس لازم نضرب الشرطة. شرطة؟ ثانية وده فرخة احنا بنعمل ايه هنا يا ابني؟ انت ما مش بنسرق فلوس ولا ايه؟ بنسرق الفلوس. طب تعالى كده علمني. ايه ده احنا عندنا خريطة. وطة وفي بص حرامية بره. ازيك يا حرامي؟ ما شاء الله كل جيش الحرامية هنا. انت وانا مالي مش لابس التازة عربية؟ انزل عربية. ثانية انا عايز انزل عربية. واو نقدر ننزل عربية. ليتس جو نزلنا العربية وبسوق. ابو علي انا مش لابس العربية. ما هو كل جيش الحرامية سرق العربيات. انت وانا مالي؟ تعب شوية. طب فرخة يلا احنا وراك. بص حركات وصحابه جيش الحرامية اما تشوف دلوقتي هنطلع فين. واو حتى في عربية بص كبيرة هنا. سارقين ايه ده؟ جايبين فيها ايه العربية دي يا زعبولة؟ ابو علي سرقنا بص العفش بتاع الفيلا الجهاز كله. وات قصدك سرقت الاساس اللي في الفيلا كله؟ التلاجة والغسالة والحاجات دي ماشي. وادي فرخة انت فين؟ انت مالي مالي مش جواكو. حركات الفرخة لسه ورا. تعالى يا نوب بسرعة. ايه ده هنعمل حادثة ولا ايه؟ فين يا زعبولة الشرطة؟ ابو علي انت عايز تتمسك ولا مالكش دعوة بالشرطة؟ دلوقتي يلا بينا عشان نسرق.
اوكي نسرق ايه بقى؟ استنى في محل اهو، انزل كده زعبله. ده احنا بص لازم نسرق المحل ده كله. ابو علي المحل ده احنا 50 مليون مره. 50 مليون مره؟ هي سلمي نفسي، اديني فلوس بسرعه. ابو علي سرق كل الفلوس اللي معاه. وطا بكل السهوله دي انا بقيت غني. يا لهوي الشرطه جايه، الشرطه جايه يا اصحابي. لا انت وين مش ده مش ها. يلوي يلوي ضربت الشرطه. وطا الشرطه الثانيه. ابو علي فنشوا. اوكي فنشت والله فنشت. ضرب كده بعلي. اوه موتنا. هو تشاوع يلا مش بعد يا بشاي يرجع الفلوس. نرجع الفلوس. اعمل كده بعلي. يبي هنرجع للقاعده بتاعتنا. يلوي 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 الشرطه جايه ورانا. حركه الفرخه شكلك هتسجننا يا نوب. انت وين بتشاي بتشاي؟ اهرب بسرعه. اضربوه اضربوه. ابو علي يلا بينا استنى بس نضرب الشرطة الاول الثاني. استنى 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 عايزين نهرب. يلا زعبول. طب علي ما احنا كنا ماشيين بالعربيه. اوكي اركب. يا نهار زبادي ايه كميه الشرطه دي. انت ولا مالي مش جاي مش بي. هنرجع دلوقتي على البيت نودي الفلوس اللي احنا سرقناها. اوكي نيجي هنا. يبي عايزين ننزل وبعد كده ندخل هنا بقى نحط الفلوس اللي احنا سرقناها تقريبا. الحقوا بصوا جالي رساله. You need to collect at least 300. What? احنا محتاجين 300 دولار على الاقل لان احنا سرقنا كام؟ معايا محتاجين فلوس اكتر. اوه طيب تعالى كده زعبول. عايزين نرجع بقى تاني ناخد العربيه بتاعتنا نركب كده زعبوله. انت مالك عليه؟ ابو شاشه البنك ولا؟ تسرق البنك حركات الفرخه وجيش الحربيه. طيب ماشي. اوكي بص اللي بيقول لي اكسر راسك. جيش الحربيه النبات بيهددوني. والله يا نبات هتحول شرطه. يا نهار زبادي عايزين كده زعبوله. عايزين نضربه اضربوه يا اصحابي. او ماي جاد خلاص فنشناه. اخد العربيه بتاعتي واجري دلوقتي. انت عايز تهرب؟ اعمل ايه طيب؟ ما في شرطه كتير. اركب كده زعبول بسرعه. يلا بسرعه امشي. حركات الفرخه هو عمال يتخانق مع شرطه ماليش دعوه. يا نهار زبادي على كميه الشرطه اللي راح الحركات. روح امسكوه ده مجرم خطير. احنا دلوقتي عايزين نسرق البنك بقى. لازم نشوف فين البنك. روح البنك. بص الواد الحرامي بيقول لي روح البنك. والله عايز اسرق البنك نسرقه اهو. روح البنك نسرقه. حراميه دول ما شاء الله. طب علي البنك فين؟ البنك هو اللي هناك ده تقريبا. اقول له بص عليه علامه الدولار. ليتس جو. انت ما مش شفت البنك ماشي من غير ولا ما شكاش يا شيخ؟ حركات الفرخه انا مع ابو علي. اوه ماي جاد ثانيه تعالوا كده ننزل. ليتس جو. انت لازم تعرفه ولا؟ ابو علي احنا وصلنا عند البنك. اوكي فرخه احنا عند البنك. حركات ابو شيكادي وانت مش هجيب كيس حبايه. اوكي في هنا غرفة التخزين. ايه ده اوراق وحاجات الاي تي ام. عايزين نجيب الاي تي ام دي. كسر ابو علي بسرعة. اوكي ثانية 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 عايزين نكرر الاول. احنا معانا جهاز التهكير نقدر نسرق. يبي سرقنا كل الفلوس. ليتس جو. ابو علي انا اخدت الفلوس كلها. ثانية طيب احنا ممكن نسرق فلوس تاني على فكرة. في هنا الخزنة نحاول نفتح الخزنة كده. انت مالي مالي مش مشاهدة الشرطة مش كتير. يلا حاطين قنبلة. قنبلة الحركات حاططها في بيت. يا نهار زبادي فرق عن الخزنة. انت مالي مالي ابو سجنت كويس يا حماية. وطة منين العيال دي كلها جت؟ ها يا حبيبي حركة الفرخة الحرامي جه ومعاه كل جيش الحرب. لا الليزر محتاجين ننط كده. نط يا زعبول. ابو علي انا كده نازل البنك. اوكي بس اما نلاقي يا لهوي مين اللي حط القنبلة دي؟ ها تشاوع يا حركات ينو فتح الخزنة. ليتس جو. فلوس 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 عايزين فلوس يا شباب. يا شباب بالراحة يا شباب. وطا ايه كل الفلوس دي؟ انا عايز اجمع فلوس. انا معايا 72 275. خلينا طبعا نضغط كده عشان نجمع في فلوس. اوكي بيقول لنا تعالوا هنا على العلامه دي. اوه ثانيه ثانيه ثانيه. لا الشرطه الشرطه يا لوي الشرطه اتغدر بينا اتغدر بينا. انت مالي مالي مش هتفوق. يا لوي لوي حتى في بنات شرطه. خلينا نضرب كده اضرب في الشرطه اللي جايه الثانيه دي. اوكي موتناهم. يلا يا اصحابي بسرعه لازم نخرج. الشرطه كلها تيجي دلوقتي تقبض علينا. محتاجين ان احنا يا لوي في بنت كمان جايه. اضربوها بسرعه. كمل كده بالشرطه اللي جوه. انا بحاول والله. خلينا نهرب. اوكي الليزر عمال بينقص في دمنا. يا نهار زمالي في شرطه انا مستخبي. امسك اوان امسك. ايه كل الشرطة الغريبة دي؟ خلينا نهرب بسرعة. ليتس جو. يا لهوي في حربية تانية جاية. خد العربية بسرعة يا ابو علي. يبي والله يلا اهرب دلوقتي. يلا بينا. الو انا مش عايز اركب ليه؟ اركب يا ابو علي. طبعا بيقول لي مشيت اسحب العربية. طب انا فين عربيتي يا زعبولة؟ ابو علي ما الحربية بس مدوا له العربيات. مدوا له العربيات وبعدين بقى فين عربيتنا؟ اعتقد ان هي دي. خلينا نركب. يبي هي دي. اركب يا زعبول. يلا بسرعة قبل ما الشرطة تيجي. انت وانا مالي مش في بنك تاني. هو انت عايز تسرق بنكين في يوم واحد؟ ده انت حرامي مفتري. هو تمام يا حبيبي. اوه يلا بسرعه بسرعه. يلا يا شباب خلينا نمشي. ابو علي يلا بينا واحده. طيب انا ورزبادي سرقنا البنك اخيرا. مدينه كبيره. ايه ده معلم لنا ان احنا نيجي هنا؟ طيب عشان نرجع الفلوس يعني.
اه عند القاعده بتاعتنا. الحمد لله لحقت. جيش الحراميه طبعا فرحانين. يبي بعد ما سرقنا الفلوس نرجع عند مكان القاعده العسكريه بتاعتنا او قاعده الحراميه عسكريه ايه قاعده حراميه طبعا بتاعتنا. حطينا الفلوس يبي جمعنا دلوقتي 400 دولار اخيرا وادونا كحكه كمان ولا بعلي كحكه عشان جبنا لهم فلوس طبعا للحراميه اللي معانا. بس انا عليا قضيتين زي ما انتم شايفين عليا نجمتين كده قضيتين وفي عندنا هنا كرتوش. ممكن ناخد الكرتوش ده اللي هو الشوت جان. بيقول لنا نعمل طبعا متابعه للجروب. ثانيه واضح حركات الفركه هنسرق ايه دلوقتي. انت ما مالي مش في بنكك كمان بنك كمان. الدور الثاني مقفول عندنا. طيب يلا بينا يا اصحابي. طبعا الشوت جان طبعا رينج هنا على الويب يعلمنا ان احنا نتدرب على الرينج بتاع الشوت جان وبتاع السلاح ان احنا نتدرب على الاسلحه كده ونشوف طبعا الطلقات بتاعتنا بتصيب الهدف ولا لا. يلا بينا يا زعبول. عايز اجمع فلوس كتير المره دي. اوكي عايزين بس ناخد العربيه بتاعتنا. يبي زي ما انتم شايفين على العربيه بتاعتنا اصلا مش مركب لها نمر ولا اي حاجه عشان طبعا الشرطه ما تعرفش عربياتنا ويمسكونا. انت مالك مالك مش هوايه ايه؟ هنشوف يا لهوي العربيه علقت يا زعبوله. علينا خلتنا في العمود. يا لهوي الشرطه جت عند مقر الحراميه. يلا بينا يا زعبوله انا وانت بقى نشوف مكان تاني. في مكان جواهر هنا. ليتس جو. يا لهوي في شرطه جايه بعربيه البوليس. يا معلم مالكش دعوه بيه. اوكي وصلنا عند محل المجوهرات. يلا بينا انزل يا زعبول. بسم الله احنا حراميه كسر الازاز ده. ايه ده ندخل من نزع بولا. الباب ده شغال مش شغال. معلم كسر الازاز يا معلم. كسر يا زعبول يا مجرم كسر الازاز. انت لسه بتخبط على الباب. يلا بسرعه واد عايز نسرق الفلوس. اوه بص المجوهرات كسر. ليتس جو. يا نهار الزبادي بص المجوهرات في الازاز ازاي وانا عمال اجمع في فلوس ربع. يا نهار زبادي انا جبت فلوس من محل الجوهر اكتر من البنك والله. شرطه. يا نهار زبادي امسك موت. اي شرطه هتيجي والله نكسر راسها. انت يا حميه بتشبح ايه مجوهرات في غير حركات النوب جه. بص هو جيش الحراميه على طول. خلينا ندوس هنا كده. اضربوا الشرطه يا شباب عشان انا مش فاضي بصراحه. ايه يا معلم مش فاضي ما تضرب على الشرطه. لا بصراحه مش فاضي خلينا اسرع بس شويه زعبوله في كبير جوار. اوه الشرطه ممكن يقبض على الحراميه واحنا كمان نموت. يلا بنوته مع نفسي ليتس جو. خلينا نجيب بقى ايه الكمان بتاعتك. انا تقريبا الشنطه بتاعتي كده فل بقى خلاص. انت وانا مالي هبوت سرقت كل حاجه ولا ايه؟ وانا كمان سرقت كل حاجه عمال اصلا اخبط. بصوا طبعا خلاص انا ما ينفعش نسرق حاجه تاني والشرطه كلها ما شاء الله جت خلاص بقى خلينا ده يا رب. اوه انا عليا 592 دولار للي موتني او يقبض عليا. امسك اواد امسك اواد يا شرطه انت. اوكي بسرعه ليه ما تسيبوش الحربيه يسرقوا براحتهم. خلينا ناخد العربيه بتاعتي. لا دي مش بتاعتي العربيه بتاعتنا اللي هناك دي. وسعها حربيه خلينا نركب. انت مالي مالي يلا مش هبوت الشرطه جت ولا ايه؟ يا نهار زبادي معلش كنت معدي الشرطه كتيرة انسحبت كتير مع نفسك حركات. انت وين انت وش هدوني؟ لو الشرطه نزلتني بالعربيه طبعا السلاح بيعمر. اضرب اضرب ايه كل الشرطه دي؟ خلاص يعني احنا سرقنا محل جواهر يعني كام جواره مش محتاجه حاجه يعني. ايه اللي مش محتاجه حاجه؟ ما عايز سرق الجوارات وعايز نسيبهم. اوكي موتنا وموتنا عايزين ناخد العربيه يا شباب. العربيه بتاعتي والله لا اجري مش هستنى العربيه بتاعتي ولعت. ابو علي ده من دلوقتي. خلينا ندوس هنا كده نرجع عربيتنا. ايوه بسرعه الحمد لله ان احنا نقدر ننزل العربيه بتاعتنا في اي وقت. طب علي خد معاك بسرعه. يا لهوي على الشرطه والله لا اجري يا اجري انسحبت كتير يا شباب معلش. طبعا يتقبض عليا ايه البتاعه دي؟ ما شفناش البتاعه دي. وطه ايه البتاعه دي يا زعبول؟ ايه لو الشرطه جايه الشرطه جايه؟ معايا على نفسك هيتقبض عليك يا دوب يا زعبول. لا خلينا ندافع عنه. امسك الشرطه. ايوه تستخبى لي في العمود. ايه ده؟ كميه شرطه رهيبه وبعدين بقى جيش كتير. انت وانا مالي مش جيش يا حماد دي الشرطه. اوكي خلينا نضرب والله ناخد العربيه واجري مع نفسكم انتوا ده انتوا عملتوا خناقه كبيره. ابو علي يا غدار. ايه ده قبض عليه ولا الظابط نزلني من العربيه وبعدين بقى يا شباب عايزين نهرب من الشرطه دي. انت مالي مالي مش لازم نموتهم كلهم ولا ايه؟ حركات الفرقه طبعا حركات المجرم هو اللي عامل المشاكل دي كلها. شرطه احنا مش حربيه حركات هو السبب اللي خلانا نكون حربيه غصب عننا. انا حمويه مش انت حربيه ولا ايه؟ احنا اللي حربيه؟ انا شكل اصلا هتحول شرطه حركات واقبض عليك في الاخر. معلم من بره العربيه. وبعدين بقى طب بصوا بقى انا هسيبكم بقى مش انا خلاص بقرب بموت. بصوا ده يا ابني لا ضربوني الشرطه قبضت عليا. ضربوني والله. ازاي يا ابو علي مش عايز تدافع علينا وانا اتقبض عليا؟ يا زعبول اتقبض عليه. اوه وانا اتقبض عليا حركات الفرخه. احسن يوم انت ولا مش هتشتاق. انا اتقبض عليا يا شباب الشرطه قبضت علينا يا شباب. ابو علي بس مدافع عنا. تدافع عني بعد ايه بقى؟ انا اتحطيت في السجن والله. طب وبعدين دلوقتي مين اللي هيجي يطلعني من السجن؟ ابو علي في الاخر اتقبض عليه. اوكي رجعوني تاني حركات انا رجعت. ايوه يا ابني احنا مش دافعين لك كفاله. دفعتوا كفاله؟ والله ان انت جدع وضع حركات كنت حربيه فعلا شاطر. دفع الكفاله عشان يطلعوا. ايه ده الشرطه جت هنا والله ما اسيب الشرطه في طار ما بيننا وما بينهم. تعالى يا واد بسرعه خلينا نضربهم كده. انتوا جايين لحد المقر بتاعنا؟
امسك خد يا واد، انت ايه اللي جايبك كده واد؟ يلا مع نفسك اللوم. من جيت هنا تاني عند مكان العربيه، اوه اعملوا البتاع بتاع الشرطه والله. دلوقتي خلي ننزل العربيه بتاعتنا، في عربيات ب 15000 دولار وب 55 يا نهار زبادي، عربيات كتير. انا معايا كام؟ واو معايا 537، يا نهار زبادي على الفقر اللي انا فيه. اوكي خلينا ننزل العربيه. خدنا العربيه، العربيه كانت نازله لونها اصفر بس بقت لونها القاعده العسكريه اتغيرت. والله قاعده العربيه بتاعتنا بصوا اتغيرت ازاي، واد فرخه. انت مالك مالي قول لي انت مكانك فين واجي لك. اوكي انا فين؟ ايه المكان ده؟ انا عند المتحف في حركات الاسرع. المتحف والله متحف اسطوري. هلا بتشامل شو ده بتشكوني؟ ايه ده انت بتسرق؟ بتسرق ايه حركات الفرخه؟ اوه شرطه وطا. خلينا ندخل هنا كده. كسر ابو علي. ادخل ازاي المتحف يا شباب؟ المتحف غريب. وبعدين بقى الحديد ده مش وط. دخلت من دخلت من هنا ولا اللي كنت فاكر نفسي افتح البوابه. وادي زعب ولا تعالى على المتحف. المتحف ده مسروق شكله. ها يا حبيبي ولا بتشاتي كله؟ سرقت كله. وبعدين بقى انت جاي هنا تسرق قبلنا يا ابني؟ المفروض نسرق مع بعض. ايه ده؟ عارفين الحيوان ده انا فاكره؟ إيه كان اسمه ايه؟ اللي فاكر اسم الحيوان ده يكتب لي في الكومنتات. في اماكن ممكن نسرق هنا؟ ايوه ثانيه كده يا ابو علي، نسرق بتاع دي. يبي انا سرقت المتحف في حركات. انت مالك مالي مش هجيب شاب ده ما تعمل عليه؟ لا انت بتخوفني والله بجري. معايا اجيبكم دلوقتي. يلا بسرعه، في واحد جاي من فريق الحربيه. اوكي اطلع كده. يا سلام صاحب المتحف ده والله بصوا خلاص هيبقى فقير. خلينا نسرق اللوحه بتاعت بنته دي كمان. ايه اللي مخليك معلق لوحه بنتك في المتحف؟ ليتس جو ابقى علقها في بيتكم يا حبيبي، حتى البيت بتاعكم بيتسرق من حركات. هو اللي مش بخلي واحد مش بقى اي حاجه في المكان ده قوي. حركات طبعا حرامي مشهور عنده جيش كامل. واو سرقنا كل حاجه. هات اللوحه دي كمان، منظر طبيعي حلو، علقه عندي في البيت، احطه في الطرقه اللي عند الحبات. بسرعه. يلوي يلوي انت وادي مجنون فرخه. احنا كده سرقنا المكان كله. طبعا دلوقتي المفروض ان احنا نهرب يا شباب عشان اكيد الشرطه هتيجي تعملنا بطاطس محبره. بسرعه بقى علي يلا اركب. يبي خلينا ناخد العربيه بتاعتنا ونطلع نجري عشان انتوا عارفين ان الشرطه مش بتهزر. بقى علينا قضيه لو بقى علينا 3 4 اوقات. اوه البوليس جاي، شايفين قلت لكم لازم اهرب بسرعه. يلا بقى علي بسرعه، جانا المكان الحربيه بتاعنا. خلينا نحط الفلوس، ليتس جو. سرقت 390 دولار. بقى معايا كام يا علو؟ بقى معايا 927. اوكي علو جمعنا كل الحربيه عشان دلوقتي هنسرق اكبر بنك في المدينه. يلا بينا حركات. انت مش تاوي زي ما انتوا شايفين، بصوا كام عربيه، عربيات الدنيا طبعا عشان هنروح نسرق اكبر بنك دلوقتي. ابو علي انا زبطتكم على ده. زعبولة راح هناك. انت ما بتشلت شو؟ حركات الفرخه ركب وجيش الحربيه عايز يركب. خلاص الشباب العربيات اتملت والله، العربيات فاضيه هناك، روح اركبوها عربيه. يلا بينا بسرعه. انا نوب يا فرقه يا نوب. دلوقتي هنروح بسرعه حلوه على مقر البنك الرئيسي بتاع المدينه. ليتس جو. استنى عند اكبر بنك في المدينه. جاهز حركه الفرقه؟ هو تمام حبيبي جاهز جوزه. طب علي انا قلت لكم ان انا اتكلم بسرعه وانا بسرعه. اوكي مش هتعرف تسرع زعبولة لوحدك، لازم يجي لك الدعم طبعا. يلا بينا يا شباب دلوقتي ناخد طبعا العصايه وعلى البنك الرئيسي. طب علي انا ما سكتش برجلك اليمين. برجلك اليمين احنا حرامية يا ابني، قلب رجلك اليمين. اوكي دلوقتي بقى ايه ده؟ السلاح اللي انت اخدته ده زعبولة. معايا ده بزوكة. بزوكة حلوة. اوكي عايزين دلوقتي بقى ايه؟ نحاول ندخل جوه كده. وده حركة فرقة في الخزنة. ايه ده لقيت لقيت لقيت. ثانية نحط القنبلة. يلا يا ابو علي بسرعة. ثانية واحدة يا شباب انا معايا قنبلة والله، احط القنبلة. يبي حطينا القنبلة. انت مالي مالي مش هكتب واحد مش هسيب فلوس. اوكي دهب ليتس جو. يلا ابو علي بسرعة عايزين نجمع الذهب. يا شباب احنا عايزين ناخد الحاجة. طيب الو يا لهوي الشرطة جت. يا نهار زبادي استنى استنى انا اقف هنا كده، اول ما الشرطه تيجي اضرب على طول بسرعه. يا لو الشرطه دقت لكم انت مالي مالي مش ده الشرطه. طب طيب ماشي. طبعا احنا واقفين على عمالين نجمع في فلوس من الخزنه زي ما انتم شايفين دلوقتي الفلوس بتاعتنا بتزيد. اوكي انا واقف هنا كده، اول ما الشرطه تيجي على طول لان ده اكبر بنك في المدينه. دلوقتي بص انا ده كله في الاسباب. طيب طيب ثواني بس يا زعبول انا عايز اسرق حبه فلوس. اوكي بص مكتوب ايه على الكاش ليفت 974. يبي يبي الخزنه خلاص مقربه تفنش او بقى فيها 700 710 عشان احنا عمالين نسرق طبعا. اوه ثانيه الشرطه جت. امسك ليتس جو. خلاص كده الخزنه مقربه تفضي، الشنطه بتاعتي بقت فل 1023 كاش خدناهم. يلا بينا يا شباب سرقنا اكبر بنك في اللعبه. احنا اسفين الشرطه، كان نفسي اتحول شرطه والله اقبض على الواد حركات. انت ما مش هتكسر نفسك كلها. حركات الفرخه شرطه موتي. اوكي خلاص فنشنا الشرطه، هي عيشه الحربيه المجرمين كده على الواد. طبعا جيش الحربيه كله كده كل يوم يسرقوا بنك بنكين ثلاثه عشان كده اغنياء ومعاهم فلوس. ايوه تمام. اوكي خلينا نركب العربيه بتاعتي. ليتس جو. يا لهوي الشرطه جت والله، الشرطه جت على البنك هيقبضوا علينا. انت وانا مالي مش شو ثانية ثانية بس نضربهم. امسك امسك امسك
يبي فنشناهم. يلا بينا بسرعة، الشرطة بتجري ورانا. ليتس جو، فنشنا البنك. اتحرك، جيش الحربية ماشي ابو سنان مكسورة، معانا واحد سنان مكسور. ايه لوي العربية اتقلبت. انت مالك انت يا بنت كده، كسرتين كل السنان ولا ايه؟ كسرت له كل السنان. معلش حركات، هنعمل له عملية بقى، احنا كده كده معانا فلوس كتيرة. هلا بينا بتشع. بص على الواحد، احنا جينا عند البوليس يا دار زبادي. انت ولا مالك مش هتدخلنا ايش ولا ايه يا ابني؟ لا انا بعدي من عنده عشان نروح المقر بتاعنا، مقر الحراميه. خلاص يا علوي، عند العلامه الحمراء دي. طبعا اللعبه بتقطع كده بشكل غريب من اللعبه ذات نفسها، بس خلاص يا علوي وصلنا عند المقر. ليتس جو، وسرقنا البنك الرئيسي. يلا بينا. اوكي دلوقتي هنحط الفلوس بتاعتنا. يبي خدت كام؟ خدت 1023 دولار وعلي قضيتين زي ما انتوا شايفين على الواد. طيب كده نكون وصلنا لنهايه الحلقه. لو عجبتكم الحلقه ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه. وكمان يا علويه بصوا دلوقتي بقى معايا كام؟ معايا 1000 دولار. بصوا مين اكتر واحد سرق؟ ايه ده حركات اكتر واحد سرق فينا؟ سرق 2000 دولار وانا بعد كده 1950. وعلي انا سرق 1500. اوكي جيش الحربيه والله سرق فلوس كتيره. اهو حبيبي شبع، يا حبيبي حبيبي مشوي حربيه مشهورين. لو انتوا عايزين حلقه تانية على الويه من جيش الحربيه ضد الشرطه اكتبوا لي في الكومنتات. بحبكم بكل قلبي، نشوفكم بكره في تحدي تاني جديد. سلام.